في كوكب بلوتو أطلقت وكالة ناسا على سلسلة جبال اسمها جبال الإدريسي كتخليدا لاسمه. رائد الأدب الرحلي ومبدع أول أطلس جغرافي في التاريخ للعالم القديم، أثبت كروية الأرض لإنجازه أول خريطة ملونة للعالم من الجلد، وصنع أول كرة أرضية من الفضة، وبذلك فهو أول من أسس علم الخرائط بمفهومه الحديث، كما أنه أول دماغ عربي مهاجر بدعوة شخصية من ملك صقلية النورماندي المثقف روجر الثاني، الذي طلب منه وضع وصف وصورة للعالم المعروف آنذاك. هو شاعر، هو أديب، له اطلاعات ومعرفة بالطب. طيب، نزهة المشتاق اشتهرت أكثر من أي كتاب آخر. وصف كامل لطبيعة الكرة الأرضية أو هيئة الأرض اعتمد على المنهج العلمي، وهذا قليل في ذلك الوقت، فكان يذكر المسافات بين المدن وبين المواقع وبين المناطق والمواضع بطريقة دقيقة جدا. وتم إنتاج خارطة توضح منابع نهر النيل بشكل واضح ودقيق. الفترة التي عاش فيها هي فترة تقلبات، عدم ثبات، وأيضا عدم الاستقرار في مكان واحد، فنتج عنه أيضا عدم وصول ما تم إنتاجه من علوم إلينا.